العبارة هذه الفوقية، هذه الفوقية السفلية راه 20 مشاهدينا الكرام مرة أخرى كما كتشاهدوا لازلنا في موقع الحدث. الحدث حدث الطفل الغارق في صندا على صندا عمرها 32 متر 32 متر. الطفل لا زال حيا يبدا لمدة أكثر من 24 ساعة وهو بهذا العمق. هذا يقول لي أقول خاصو يكون شي واحد ضعيف شوية. هذا هو الشخص اللي تعود حتى العمق 30 متر. هذا الشخص هو اللي بغى ينقذ، اللي كيتكلم امامك بالتليفون، هو اللي بغى ينقذ الطفل عود 30 متر وما قدرش يزيد. يعني جبرو جبر حجرة مثل هاد الأبطال. هو يشرح الحاجة حتى ليوصل كتاب ديالو يعني واسع، هو واسع شوية عيب الحفرة. السيد هذا هو اللي طوع هو على بعد 30 متر، الطفل يتوجب على بعد 32 متر. الشخص هذا القى حجرة يعني السلطة فاسد السلطة كبر حجرة مثل ما وسعاش. انت كتشوف يعني هو واسع اكثر من 50 سنتيم، يعني هذا كيتسمى ما وصلش ما غاديش يوصل. الموقع تراكس السفلاني مشاهدينا الكرام ديال خاصة مع الدبابة شوية شوية. هذا هو الشخص هو اللي هود العمق 30 متر غير بئر الضيق. يعني كيرا الصندة الصندة ضيقة، بئر الصندة ضيق ضيق 50 سنتيم من العرض ديالو. حفرة صغيرة سلسلة جهود متواصلة لإنقاذ الطفل. هنا كتواجد فين كتطلع، هنا كتواجد الصندة. أشخاص كبار يجاو لعينة يعني
اي مبشر خاصو ياو تيلا اي لا انا كنخاصي واحد يكون رقيق